ما خلصنا ال anterior compartment معانا ال lateral compartment. ال lateral ده صغير خالص، مفيهوش غير 2 muscles، واحدة اسمها fibularis longus اللي هي دي، واحدة تانية اسمها fibularis brevis. لو نفتكر في ال anterior compartment كنا قلنا ان ال fibularis tertius معناها رقم 3، قلنا ليها 2 اخواتها هيجوا في ال lateral compartment، هما دول. أول واحدة معانا في اللاترال كومبارتمنت هي الفيبيولاريس لونجس. واخدة أوريجين الفيبيولاريس لونجس دي من الأبر تو سيرتس أوف ذا لاترال سيرفيس أوف ذا فيبيولا. أدي الفيبيولا وأدي الأبر تو سيرف تو سيرتس، يعني أبر 2 على 3 في اللاترال سيرفيس. اللاترال سيرفيس يعني من برا، وده هي واضح إنها من برا لأنه يعني ده أصلا اللاترال كومبارتمنت. طيب الانسرشن بتاعها فين؟ الانسرشن بتاعها نفس الانسرشن بتاع التبيولاريس انتيريور. التبيالس انتيريور دي كانت تدي انسرشن فين؟ في الفيرست ميتا كاربل وفي الميديال كيونيفورم. الميديال كيونيفورم هو ده، بس الفكره ان التبيالس انتيريور كانت جايه من الناحيه الميديال، نازله من التبيا وماسكه فيهم، لكن دي جايه من اللاترال هتنزل تحت. هي ادي التندون بتاعها، ادي اهو التندون بتاعها هينزل من تحت ويعدي من تحت ويروح للكيونيفورم ميديال كيونيفورم ويروح للفيرست ميتاكاربال. طيب ايه الاكشن بتاعها؟ المسل دي بتعمل اكشن اسمه ايفيرجن اللي هو عكس الانفيرجن، وبتعمل اكشن اسمه جلاند ريفليكشن اللي هو عكس الدورز ريفليكشن. هو اللاترال كومبارتمنت دول زي ما قلنا 2 muscles ليهم نفس الاكشن اللي هو ايفيرجن وجلاند ريفليكشن، وليهم نفس النيرف سبلاي اسمه سوبرفيشال فيبولار نيرف. مش قلنا الكومن فيبولار نيرف بيدي ديب برانش وسوبرفيشال برانش؟ الديب برانش اخده الانتيرير كومبارتمنت، سوبرفيشال برانش هيروح لللاترال كومبارتمنت. هو السياتيك نيرف بيدي كومن فيبولار نيرف وتيبيال نيرف. الكومن فيبولار نيرف بينقسم لديب وسوبرفيشال. الديب راح للانتيرير كومبارتمنت والسوبرفيشال هيروح لللاترال كومبارتمنت اللي هم مين؟ اللي هم فيبولارس لونجس وفيبولارس بريفس. كده قلنا كل حاجة. نشوف الأكشن بس 3D. الإيفيرجن عكس الإنفيرجن. الإنفيرجن كنا قلنا بيخلي السول تبص إنورد، الإيفيرجن هيخلي السول تبص أوتورد. أهو السول أهي بصت تبص أوتورد، لكن الإنفيرجن كانت بتبص من الناحية التانية، كانت بتبص إنورد. طيب نشوف البلاند ريفليكشن عكس الدورز ريفليكشن. الدورز ريفليكشن كانت بتترفع لفوق الريتوز، لكن البلانت ريفليكشن عكس الدورز ريفليكشن. الدورز ريفليكشن كانت بتبص لتحت، لكن هي بتبص لفوق. العكس سوري، الدورز ريفليكشن كانت بتبص لفوق لكن دي هتخليها تبص لتحت. دي كانت من فوق فالرجل تنزل لتحت زي حد بيسوق عربية بس على البنزين. بس كده هي دي المسل. تاني مسل هي الفيبولارس بريفيس. الفيبولار بريفيس تمام. اللونجس كانت عشان هي اللونجس كانت واخدة من الأبر تو سيرز، لكن دي بريفيس يعني صغيرة فهتاخد من اللور تو سيرز اوف ذا لاترال سيرفيس اوف ذا فيبولا. زي ما هو واضح لاترال سيرفيس اوف فيبولا اهو ذا لور تو سيرز. هتمسك فين؟ هتمسك في الفيس ميتا تارسل. بس فين؟ في اللاترال سايد بتاعته. لكن الفيبيولاريس تيرشياس كانت ماسكه في الفيفس ميتاتارزل برضو، بس كانت ماسكه في الابر سايد، لكن دي ماسكه في اللاترال سايد. وفي الاخر يعني الاثنين ماسكين في الفيفس ميتاتارزل. طيب النيرف سبلاي هو سوبرفيشال برونيال نيرف او سوبرفيشال فيبيولار نيرف، والاكشن ايفيرجن زائد بلانت ريفليكشن زي اختها الثانيه اللي هي لونجس. احنا لسه شايفين الاكشن بس نشوفه تاني. يعني ادي الايفيرجن، السول تبص لبره بص اوتورد، وادي البلانت ريفليكشن اللي تنزل لتحت.
لتحت كده تنزل لتحت، بس كده. عايزين نعمل شوية مقارنات من الانتيريور كومبارتمنت واللاترال كومبارتمنت، ان اللي هم اصلا الموشن او الموفمنت اوف ذا فود. الموفمنت اوف ذا فود قلنا اخدنا انفيرجن وايفيرجن. الانفيرجن قلنا السول تبص انورد، ودي كانت بتعملها تبيالس انتيريور، والايفيرجن لسه اللي احنا لسه واخدينها دي ان السول تبص اوتورد، ودي بتعملها التلاتة فيبيولاريس، اللي هم فيبيولاريس تيرشيوس وفيبيولاريس لونجس وفيبيولاريس بريفيس. بعد كده في دورز ريفليكشن وبلانت ريفليكشن. الدورز ريفليكشن ان السول يعني الرجلين تطلع لفوق، الفوت تطلع لفوق، دي بتعملها التبيالس انتيريور. والبلانت ريفليكشن بتعملها التلاتة مسلز اللي سائل عليهم، اللي هم فيبيولاريس تيرشيوس ولونجس وبريفيس. بس كده خلصنا اللاترال كومبارتمنت.